السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم، وكما وعدتكم في الفيديو السابق على انني غنحط لكم لي فون ديال البيتزا، اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غنحط لكم لي فون البيتزا اللي رافقتهم بالشوربه في الفيديو السابق. صدقوني كيجيو دي بيتزا اللي رطبين وكيجيو هشاش وكيوجدوا في وقت قياسي. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير وتابعونا. نبداو بسم الله على بركه الله. حاجتنا في كاس الحليب، وحاجتنا في كاس ديال الزيت. انا غنصاوب الوصفه وانا كنذكر لكم المقادير. حاجتنا شويه ديال سنيده، شويه سنيده غير نديروها باش تفعلنا الخميره. حاجتي في معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه ديال الخبز. حاجتنا شويه ديال المليحه وشويه ديال الابزار، وحاجتي في الاعشاب المنسمه. الا ما كانوش الاعشاب المنسمه بامكانكم تستبدلوهم بالزعتر. وهنا عندي خليط ديال الدقيق ودقيق الفينو، دقيق القمح، دقيق الفينو، كنخلطهم. دابا غنخلطوا هاد المقادير اللي عندنا هنايا. غادي نخلطوهم وغادي نضيفوا عليهم شويه ديال هاد الخليط ديال الدقيق والفينو، وغادي نخلطوهم وغادي نخليو الخميره شويه تفاعل. كيجيو هاد البيتزات لذادين بزاف وساهلين ودغيا كيوجدوا. يعني راه غير لو طون اللي تكوني انت غتوجدي، على ما توجدي الصلصه. يعني دخلتي بغيتي توجدي بيتزا، على ما توجدي الصلصه وتوجدي داك الشيء اللي غيرافق البيتزا ديالك، الحشوه وداك الشيء، على ما تصاوبيهم كتكون العجينه ارتاحت وخمرات وبداي تقطعي في لي بيتزا ديالك وطيبيهم مباشره، ما كاينش المشكل. وهكا الخليط كيكون بحال الخليط ديال الكيكه، هكا ما يكونش ثقيل بزاف. المهم انتما كتشوفوا الخليط كيفاش داير، وان شاء الله نخليه يرتاح على ما تفاعل فيه الخميره. خليكم معنا. وهنا العجين ديالنا من بعد ما طلعت فيه الخميره كنخليه غير واحد 10 دقائق هكاك على ما تفاعل الخميره ديالنا. وكنجمعوا العجين، ما كنعجنوهش. الطحين والفينو اللي كنزيدوه كنجمعوا به العجين اللي عندنا، ما كتدلكش هيايا، كتجمعي العجين. وبالنسبه للطحين غيقول لي القياس ديال الطحين، راه الطحين هي ومرفتات، كل واحد والطحين ديالو. يعني كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين ما كيشربش. بون ما عنديش شي قياس ديال الطحين، الطحين هي ومرفدات، ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه. وحنا غنجمعوها بسم الله. وهذا هو العجين ديالنا من بعد ما جمعناه. هانتوما ها القوام ديال العجين كيفاش كيكون. هانتوما ها هو العجين، يعني ما رطبش بزاف وما قاصحش. نخليه يرتاح واحد شويه ونرجعوا باش نطلقوها، ما تمشيو فين، خليكم معنا. وهذا هو العجين ديالنا من بعد ما طلقناه، كيجي عجين اللي هائل. شوفوا هذا راه عجين اللي ما غادي يتبعك، ما غتقطعيه هانتوما، ما غادي تقطعيه وغادي يتكمش، ما حتى شي حاجه، كيبقى كما هو عجين ناجح وكيجي ما تخافيش منه. بالنسبه للناس اللي كنهضر على مبتدئات، طبعا مبتدئات وزعما عجين اللي ناجح 100%، جربوه ما غاديش تندموا. دونك من بعد ما طلقنا العجين ديالنا ندوزو عليه بواحد الاله، هاد الاله العجيبه اللي موجوده في الاسواق. اللي ما عندوش يدير فورشيط ماشي مشكل، يتقبش ما بغى، غير هاد الاله هادي كتساعد بزاف وما كتبعش، ما غالياش، كدير الثمن ديالها يمكن شي 25 درهم. وعندي هاد القطاعات، هاد القطاعات هما موجودين في الاسواق بالاحجام اللي بغيتو،
المهم قطعوا بالقطعه اللي بغيتو، بما انني اليوم عندي هذه كوموند ان شاء الله الرحمن الرحيم باذن الله. مولاتها بقاتهم كبارين حيت كديرهم بيتزات لوليداتها للمدرسه، كتبغيهم كبارين دونك غنقطعهم لها بهذا القطع هذا ان شاء الله. بسم الله. وهنايا البيتزا ديالنا من بعد ما كملناهم بالتقطع غادي نحطهم في الصينيه ديال الفرن ان شاء الله الرحمن الرحيم. غندخلوهم للفرن وغندخلوهم غير يتشمعوا على درجه الحراره 180، واللي عندهم بالنسبه للفرن اللي عندهم الفرن ديال البوطه يسخنوا الفران ويدخلوهم، مهم غير يتشمعوا 10 دقائق او 5 دقائق وماكسيموم 10 دقائق. ما انا قلت لكم وماكسيموم 10 دقائق يدخلوا يتشمعوا في الفران ويخرجوا. وبغيتي طيبيهم ديك الساعه طيبيهم، بغيتي تخشيهم في الكونجيلاتور خشيهم في الكونجيلاتور، راه كيجيو لذادين فوقاش ما بغيتي جبديهم. وهادو هما لي بيتزا ديالنا من بعد ما طابو، صدقوني كيجيو لذيدين وكيجيو زوينين وخفاف ودغيا كيوجدو. حاجه اخرى اللي ما قلت لكمش، ها نتوما شتي البيتزا ديالنا كي كيجيو. حاجه اخرى اللي ما قلت لكمش كو ماشي بالضروره تشمعوهم في الفران. انا بالنسبه لي ملي ما كتكونش عندي كونتيتي كبيره كنشمعها في المقله ديال الملوي، المقله ديال الخبيز كنشمعهم فيها وصافي. يعني حتى اللي ما عندهاش الفران بامكانها تصاوب لي بيتزا، يعني ماشي بالضروري بالفران يكون عاد تصاوب البيتزا. بالمقله ديال الملوي كتصاوبيهم كتشمعيهم كديري لهم الحشوه ديالهم وكديري لهم لاصوص ديالهم والفخوماج، رديهم للمقلات نيت على ما طلع فيهم السخونيه وهادي، غطيهم بشي حاجه من الفوق وعلى ما يطلع فيهم داك السخونيه وهادي غير باش يذوب الفخوماج، وها هما لي بيتزا ديالك واجدين. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو، ويكون فيديو خفيف ظريف، ودمتم في رعايه الله والى الفيديو القادم ان شاء الله الرحمن الرحيم. خليو لي كومونتير ديالكم الا جربتوا العجين، خليو لي كومونتير، واللي ما فهمش شي حاجه اوسي خلي لي كومونتير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.